طيب هاي اليوتيوب الفيديو اللي حكيت لك عليه روتيشنال سيمتري فور كيوب. هاي روتيشن اكسيز اللي هو بنعمل عليها روتيشن 90 درجه. هاي زد اكسيز هاي واحد منهم نحكي. هاي روتيشن 90 درجه واضحه اتوقع. هي اول روتيشن اكسس بحكي لكم هون الروتيشن روتيشنال اكسس اللي هو رقم واحد اللي هم عاملهم 14 اكسس لانه 4 ب 90 زاويه وعفوا ثلاثه اللي هم روتيشن 90 زاويه. هي الروتيشن اكسس الثاني بعدين ال 120 حكينا 4 وثلاث هي 7 وستة اللي هم الروتيشن 120 180 درجة عفوا فبيكون التوتال 13 فهو راح يعدهم ل 13 اكسس. طبعا نمبر اوف اوردر هاي اللي هو الانفولد هاي اللي هي الان هاي برضو روتيشن 90 درجة it coincides with itself every 90 degrees. هاي روتيشن 180 والله خلينا نشوف هلا عندي شوي بس عشان اوريك كيف روتيشن 180 انه روتيشن 120 خلينا نشوف يمكن نشوف اكسس ثاني. هاي من هون هاي بلش من هون وين صار هون بعدين هون بعدين عمل رجع المثلث. ممكن نعمل كمان واحده ممكن تكون اوضح شوي. هاي روتيشن اكسس ثاني كانت هون هاي هون يعني من هون لهون بعدين وين بدي اروح هون اذا هون لهون لهون هلا برجع لهون. هاي مثلث كانت هون راح هون بعدين هاي صار هون بعدين برجع هون. هاي مثلث هيك 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 هاي مثلث هي كان هون هلا بده يصير هون بعدين هون بعدين برجع هون. هي كمان مثلث. انتم ممكن لحالكم هيك تشوفوا تتبعوا معه بتشوفوا انه الزاوية راح تكون 120 درجة روتيشن و and it will trace a triangle. هي كان هون بعدين هون بعمل مثلث. اتوقع يمكن لو تبطئوا انتوا هيك لحالكم راح يبين معكم مثلث. هون الزاويه 180 درجه يعني كان هون هلا راح يكون الاوبوزيت انجل. هاي اوبوزيت انجل كان هون راح على الكورنر الثاني دياجونالي بعدين هلا بعمل كمان مره بيرجع محله. ها راح يوريك روتيشن على 6 اكسيز كان هون هاي صار هون كان هون ترى لا كان هون هون صار على الاوبوزيت انجل. طيب هاي المفروض هاي يتوقف على الاوبوزيت كورنر. لا ما زبط الشاي طيب هاي هاي كانت هون هاي اوضح هاي اوضح على الاوبوزيت كورنر. هل هي بالاوبوزيت كورنر هل بترجع هون هاي راح ترجع هون. ضال 2 اكسيز مشان يكملها 13 اللي هم 6 و4 و3. هاي اخر اكسيز كانت هون كمان كان هاي اوضح بعدين.
هاي 180 ضاع الأوبزيت كورنر، هلا بيرجع محله. هي هاي أوضح وقتها أتوقع، يعني ممكن ترجع تشوفوهم لحالكو، تعيدوا الفيديو تشوفوه كمان مرة. فهيك بكون في عندي 13 أكسس، طبعا كلهم من السنتر،